إعلان من وزارة الداخلية. تعلن وزارة الداخلية عن رفع تعليق تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي وعودة المراكز الرياضية ابتداء من يوم الأحد القادم. عبد الله البرقاوي صحيفة سبق. صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقا بالبيانين الصادرين في 21 جماد الآخرة لعام 1442 هجرية الموافقة 3 فبراير 2021 ميلادية وفي رجب والثاني من رجب العام 1442 هجرية الموافقة 14 من فبراير لعام 2021 ميلادية وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وما تضمنه من مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة فقد تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها والصالات والمراكز الرياضية وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها وذلك اعتبارا من يوم الأحد 23 من شهر رجب لعام 1442 هجرية الموافقة 7 مارس لعام 2021 ميلادية باستثناء الإجراءات التالية: أولا استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة ويشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعة الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض وذلك حتى إشعار آخر. ثانيا بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة وذلك للمحافظة على الصحة العامة للجميع وحماية المكسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات. أكد المصدر أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوقيع الغرامات على المخالفين. وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي